الحقيقه انا سعيد جدا جدا ونفسي اجيب لحضراتكم كل المجموعه اللي كانت موجوده، لان كل واحد من دول له دور هام جدا في مجاله. وليد في اللجان العليا وفي اللجنه العليا، والاستاذ محمد يوسف في شركه الاهلي الانتاج الاعلامي، والبقيه الاستاذ ابراهيم منيسي في المجله، والبقيه لكل الناس اللي اتكرمت. الحقيقه انا نفسي لو اقدر اقعد 10 ساعات اجيب وناس تحكي ايه اللي بيحصل، لانه في وقت كان صعب جدا جدا جدا. كابتن محمود الخطيب، يعني المفروض ان الواحد ما يقولش الحاجات دي، ولكن كابتن محمود كان في اوقات بتبقى، يعني خليني اتكلم على ظهره مثلا، مش هقول على حاجه تانية، لكن ظهره، لان الناس كلها ظهره بيبقى وجعه. كان يسافر اسكندريه ويرجع من اسكندريه يروح يسافر بره علشان يعمل حاجه تخص النادي الاهلي، وبعدين يرجع من بره على القاهره عشان عنده مجلس اداره، وبعدين من مجلس الاداره يطلع على السويس عشان في ماتش هناك مثلا. كفايه ماتش الهلال السوداني هناك، افتكروا كده، خلينا نفتكر ايه اللي بيحصل والدنيا كانت ماشيه ازاي واللي كان بيحصل في النادي الاهلي. والناس تقعد تقول لك انتوا ما بتردوش ليه، مش عارف، لا، النادي الاهلي دائما ما بيستعمل او بيرد في الوقت اللي هو عايز يرد فيه، وبيرد باخلاق النادي الاهلي وبادب النادي الاهلي وبطريقه حوار ورقي النادي الاهلي، مش باي طريقه تانية. وعمرنا احنا نفسنا كنا نروح نسال يا جماعه عايزين نرد وعايزين نعمل عايزين نقول، كان يقول لك يا جماعه اصبروا، كل حاجه الصبر حلو، كل حاجه طالما انت ماشي بما يرضي الله وحقك هتاخده. ده اللي حصل وده اللي شفناه الحقيقه بعد 4 سنوات كان فيهم حاجات كتيره جدا جدا مرت على النادي الاهلي. الواحد لو قعد يتكلم على الحاجات دي هتبقى يعني عايزين 100 حلقه قدام نقدر نتكلم ايه اللي حصل، ولكن في النهايه مجلس اداره محترم، رئيس مجلس اداره محترم، لما بيجي يتكلم على الناس زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا بيتكلم ازاي. بنتعلم الاسلوب والرقي والادب والاخلاق والاحترام والمبادئ وكل شيء الحقيقه من هذا الرجل النجم الكبير والاسطوره محمود الخطيب.